تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة شكر وتقدير وامتنان من أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة. وأعرب جلالة العاهل المغربي في رسالته عن اعتزازه العميق بما يربطه شخصيا مع جلالة الملك المفدى وبما يجمع الأسرتين المالكتين في البلدين الشقيقين وشعبيهما الشقيقين من أواصر الأخوة الصادقة والمودة الخالصة. كما أعرب جلالته عن بالغ التقدير وجزيل الشكر والامتنان لأخيه جلالة الملك المفدى على دعم مملكة البحرين لمغربية الصحراء ومساندتها للوحدة الترابية للمملكة المغربية خلال اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 42 بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، داعيا جلالته الله تعالى بأن يحفظ جلالة العاهل المفدى ويديم على جلالته نعمة الصحة والعافية والهناء وطول العمر، وأن يوفقه لتحقيق تطلعات شعب البحرين إلى مزيد من التقدم والازدهار.